مين افضل لعيب في مصر حاليا؟ لا، في كذا حد. عايز واحد بس. عايز واحد بس. صعبتها عليا كده، فاجئتك دي بقى المفاجأة. فاجئتني فعلا. لسه هفاجئك اكتر في الفقرتين الجايين. مين احسن لعيب في مصر؟ ممكن زيزو. مين افضل مدرب في مصر؟ افضل مدرب في مصر علي ماهر. مين افضل حارس مرمى في مصر؟ محمد الشناوي. مين افضل مدافع في مصر؟ محمد بن منعم. افضل مهاجم في مصر؟ كهربا. ان كهربا اصلا يعني مش مهاجم، هو الراجل وظفه في الحته دي ومشي. بس شوف لما كهربا لعب دوري ابطال افريقيا، خد هداف دوري ابطال افريقيا، وما كانش بادئ السنه كمان معاهم يعني من الاول مع الاهلي، فان هو يرجع ويبقى هداف دوري ابطال افريقيا ويجيب الاجوان دي كلها. وخلي بالك كهربا تقريبا تاني اكتر واحد جايب اجوان مع كولر بعد محمد شريف. بعد شريف. بتحب شيكابالا؟ جدا حبيبي. طبعا طبعا. بالنسبه لك برضو من اللعيبه اللي مش هتتكرر في تاريخ طبعا. مصر. مش بالنسبه، بالنسبه لنا كلنا مفيش اختلاف على شيكابالا. وكمان شيكابالا كشخصيه انا اعرفه شخصيا، كمان شيكابالا حبيبي جدا يعني، كنت لسه شايفه من اسبوعين ثلاثه وبنقف وبنتكلم، وحبيبي جدا شيكابالا. لا وحبيبي الكابتن برضو مصطفى، كلنا. لا لا لا، شيكابالا حبيبنا طبعا. في علاقه ما بينكم بقى يعني بره الكوره؟ لا، علاقه شخصيه كده انتوا كلكم بتحبوه. حبيبنا جدا طبعا شيكابالا. تتكلم معاه؟ بتكلم معاه طبعا. وعمر جابر برضو حبيبي جدا طبعا. ما قلتوش ما جيتش الاهلي ليه يا شيكا؟ لا، ما اتكلمش معاه في الحاجات دي خالص، ولا اتكلمش معاه في كوره، ولا اتكلم معاه في الكلام ده خالص. احنا اصحاب على المستوى الشخصي. عايز اتكلم معاك برضو عن القريبين مين منك من لعيبه الاهلي. مين من اللعيبه قريبين منك قوي؟ عبد المنعم قريب مني جدا. علي لطفي قبل ما يمشي طبعا حبيبنا. هو جالك زد؟ جالي زد. لا، في كتير في الاهلي طبعا، كتير. محمد هاني طبعا، ناس كتير.